بمناسبه مباراه الاهلي وبيراميدز، هي مباراه كبيره، مباراه هيكون فيها كلام حلو قوي، كلام تقيل قوي. نروح لتقرير عن مباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر ونرجع نكمل كلامنا. مواجهة جديدة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز يشهدها استاد القاهرة الدولي في تمام 9:30 مساء الأحد ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر، وهي المواجهة التي من المؤكد أن تشهد إثارة وندية كبيرة بين الفريقين نظراً للمباريات السابقة بينهما خلال المواسم الأخيرة. الأهلي يدخل مباراة الليلة وسط قائمة طويلة من الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخراً، حيث يغيب عنه العديد من اللاعبين مثل أحمد عبد القادر وحمدي فتحي، إضافة لخوض المباراة تحت قيادة فنية مؤقتة للمدرب سامي قمصان، لكنه يتسلح بمعنويات الفوز الكبير الذي حققه في الدور الأول من الدوري بثلاثية دون رد، في الوقت الذي يريد فيه بيراميدز استمرار تأكيد تفوقه على الأهلي خصوصاً في بطولة الكأس، بعد أن أقصى الأحمر أكثر من مرة خارج البطولة سواء بمسماه القديم الأسيوطي أو المسمى الحالي بيراميدز. كما يدخل الفريق المباراة بصفوفه شبه مكتملة باستثناء غياب لاعبه إبراهيم عادل للإصابة، ويبقى السؤال المنتظر أن تجيب عنه مباراة الليلة، هل يستمر بيراميدز في تفوقه على الأهلي ببطولة الكأس أم يكون للمارد الأحمر رأي آخر ويحقق الفوز الأول على بيراميدز في البطولة؟